السلام عليكم حبوباتي، وشراكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير. معكم ليلى من قناة عالم ليلى. اليوم جيتكم فيديو جديد بوصفة جديدة. وصفة اليوم موجهة للبنات اللي حابين يكبروا الثدي تاعهم. يعني كاين بزاف بنات حتى ويكون الوزن تاعهم مثالي، ولكن الثديين يكونوا يعني صغار بالنسبه للجسم تاعهم، وحابين يزيدوا في الحجم تاعهم او حابين يشدوهم. اما بالنسبه للبنات اللي عندهم نحافه عامه، يعني نحافه كامل في الجسم تاعهم، ننصحهم يزيدوا الوزن تاعهم وراح يزيدوا الاداء او الثديين. اذا ما زادوش راح يعملوا هذو الوصفات وراح يعاونوهم باش يزيدوا الثديين بطريقه سهله جدا. البنات اذا يهمكم الامر ويهمكم وصفه اليوم، عليكم غير تبعوا الفيديو حتى للاخر. بنات قبل ما نروح لوصفة اليوم، لأول مرة تزورنا جديدة ما تنساش دير اشتراك في القناة، تفعل زر الجرس باش يوصلوا إشعارات الفيديوهات القادمة بحول الله. إذا بنات نرجعوا لوصفة اليوم وفيديو اليوم. بالنسبة لوصفة اليوم فيها مكونين فقط، هذو المكونين متوفرين بكل سهولة، يعني متوفرين في كل بيت. بالنسبة للمكون الأول وهو الفازلين، كما تعرفوا الفازلين هي مرطبة وما عندها حتى أضرار. إذا استعملتها على الثديين ما عندها حتى أضرار. كاين أشخاص يقول لك دير سرطان الثدي وكذا وكذا وكذا، بالعكس الفازلين راح ترطب لكم المنطقة والتدليك راح يحارب سرطان أو قابلية الإصابة بالسرطان. لذلك ما تسمعوش الإشاعات، لأن الفازلين من زمان يستعملوها وعندها فوائد كبيرة. بالنسبة لهذه الوصفة يستعملوها كامل، تستعملها الفتيات، تستعملها المرأة المرضعة، كذلك بالنسبة للمرأة الحامل تقدر تستعملها، وإذا خافت تستشير الطبيب من الأحسن. يعني هذه الوصفة ما عندها حتى أضرار، يعني حتى لمرضى القلب ومرضى السكري بزاف يسقسوني، ما عندها حتى دخل في هذو الأمراض. إذا بنات كما قلت لكم، المكون الأول في وصفة اليوم هو الفازلين، يعني الفازلين راهي طبيعية، اختاروا الأصلي والطبيعي. الفازلين عندها فوائد كبيرة بلا ما نحدثكم عليها، غنية بالدهون، فيها مواد مرطبة وكذلك مغذية للبشرة. إذا ما كنتوش تحبوا الفازلين ولا ما عندكمش الفازلين، تقدروا تستعملوا كريم، أي كريم مرطب للجسم. أنا عندي لهنا دوف، تقدروا تستعملوا نيفيا، تقدروا تستعملوا أي كريم مرطب عندكم في البيت للجسم، تستعملوه عادي، راح يكون مغذي وراح يزيد لنا في المنطقة. أنا كما قلت لكم عندي هذا دوف. إذا بنات، والمكون الرئيسي والأساسي في وصفة اليوم هو زيت جنين القمح. كما راكم تشوفوا زيت جنين القمح عنده فوائد كبيرة هذا الزيت في تسمين أي منطقة، وليس الصدر فقط، في تسمين أي منطقة في الجسم. صدقوني البنات هذا مجرب وناجح، مجرب مني شخصيا. أي منطقة نحب نسمنها نستعمل هذا الزيت وراح يعطي نتيجة مبهرة في 15 يوم فقط، راح تبهركم النتيجة. استعملوا هذا الخليط، راح نخلطوا كمية من الفازلين مع كمية من الزيت، يعني الكميات على حسبكم نتوما، يعني مش كميات محددة، فقط ديروا ملعقة من الفازلين وملعقة من زيت جنين القمح ونخلطوهم جيدا، ونعملوا بهم مساج من 10 إلى 15 دقيقة، يعني ونعملوا بحركات دائرية حتى ندفي هذه المنطقة وتمتصلنا هذو المكونات، وليس دهن، يعني تدليك وليس دهن، مساج وليس دهن. وندوم هذه الوصفة مرتين في اليوم، يعني في الليل قبل النوم ندهن بها وندير بها مساج ونخلوها على الثديين لمدة ساعتين، ثم نمسح أو نغسل، وكذلك بالنسبة للصباح. ونكرر هذه العملية لبنات يوميا حتى نوصلوا للنتائج المرجوة. إذا بنات أنا وصلت نهاية الفيديو، متنساوش إعجاب بالفيديو ومشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي، وإلى اللقاء في فيديوهات جديدة، والسلام.